لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شايف دلوقتي ده مسجد جراح باشا، المسجد التاريخي. وده السور بتاع المسجد التاريخي اهو. اما البناء بتاع الشقة اللي هو اللي في الوش ده على طول، اللي في الوش ده على طول. ودلوقتي اذان المغرب بيأذن، وده المنظر، وزي ما انتم شايفين الانوار كده، بسم الله ما شاء الله. وكمان بالليل لما الجو يليل شوية تلاقوا الأنوار كترت جدا، كأنكوا في مدينة، ما شاء الله، مدينة ساحرة حلوة جدا بالأنوار الجميلة الليلية. الأنوار بتكتر جدا بالليل. شايفين يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، منظر البحر قدامكم، وشايفين الحمام. على فكرة السلطان أحمد هنا جنبينا، بتتمشى له كده شوية، حوالي ماشيا ممكن 20 دقيقة مشي بالعربية، 5 دقايق بالعربية السلطان أحمد هنا على طول. لالالي جنبكم تتمشى لها خطوتين هنا في لالالي. الشقة بسم الله ما شاء الله اللي أنا أصورها ديت، أقول لكم كل التفاصيل حالا. الناس بتروح السلطان أحمد علشان تشوف الحمام ويوكلوا الحمام. انتوا قاعدين في بيتكم وفي البلكونة بتاعتكم، بسم الله ما شاء الله الحمام بيجيلكوا انتوا، بتوكلوهم وبتسعدوا بيهم. الشقة في الدور الثاني. ونقطة مهمة جدا يا جماعة، ان فوقيكوا دور، يعني في الحر انتوا مش اخر دور ولا حاجة. والميزة بسم الله ما شاء الله ان الشقة ديت في الدور الثاني، يعني مش محتاجين تطلعوا ادوار كتير. طبعا البنايه ما فيهاش اسانسير، كده كده هو يعني 3 ادوار من تحت، من بعد الارض 3 ادوار بس. وبعد ما اشرح اوريكم الشقه، يعني حرصت حرص كبير جدا اني اقول لكم كل التفاصيل بتاعه الشقه. بسم الله ما شاء الله قدامكم على طول مباشره جامع مسجد زي ما انتم شايفين كده، والبحر. الناس على طول مثلا في الصيف عايزين يخرجوا على البحر، انتوا بسم الله ما شاء الله البحر قصادكم على طول، يعني حوالي 7 دقايق تلاقيوا نفسكم قدام البحر، تتمشوا قدام البحر، او انتوا قاعدين في البلكونه كده، بلكونه كبيره، غرفه النوم تتحط في البلكونه نفسها، في غرفه النوم. الشقه مساحتها حوالي 125 متر، هي غرفتين وصاله، لكن ممكن تتعمل 3 غرف. الصالة مقسومة غرفتين، يعني تقدروا تعملوا الصالة ديت غرفتين زائد الغرفتين اللي موجودين هنا، يبقى 4 غرف. ممكن البلكونة أوريكم كده، الجزء دي كمان لو ضمتوها تبقى الغرفة الخامسة كمان، يبقى 4 غرف زائد صالة كبيرة. بسم الله ما شاء الله. وشوفوا بقى يا جماعة منظر البحر ده، والمسجد قصادكم. انا قلت لكم قبل كده ان يوم اصورها في شمس، عشان الفيديو اللي انتوا هتشوفوه من شويه انا صورته لما كان ما كانش في شمس في اليوم ده، فمنظر البحر الجميل اللي انتوا شايفينه ما كانش واضح قوي. وعلى فكره
الجزر هناك، الجزر اللي كل السياح بيروحوها زي ما انت شايفين هناك، الجزر ديت الجزر الثلاثة، جزر الأميرات، وصدقوا انتوا شايفينها كمان. وعلى فكرة عارفين أوريكوا حاجة، شايفين العلم اللي هناك ديت؟ دي السفينة اللي بتروح بورصة، بسم الله ما شاء الله، دي السفينة اللي بتروح بورصة يا جماعة. برضو 7 دقايق كده ماشي ليها وتركبوا السفينة تنزلوا على طول على بورصة، وبعد كده تتفسحوا في بورصة، عايزين ترجعوا بيتكم هتنزلوها، وبعد ما تنزلوها تيجوا هنا تاني وتتمشوا من عند البحر هنا لغاية بيتكم ماشي. بحر وأشجار، دلوقتي منظر البلكونة بالليل،
ودلوقتي هنشوف المنظر بالليل. زي ما احنا شايفين كده السفن اللي في البحر، والحديقة ديت جنب البيت بكيلو متر بالظبط، 1 كيلو متر. وكل يوم تقدر تتمشى هنا، تعمل رياضة. وفي كافيه الناس قاعدة بتشرب وبتفطر. وفي ملاهي للأطفال.
ده شارع الشقة اهو، البناء اللي في الوش، وده المسجد التاريخي. دلوقتي لو مشينا هنا على طول على اليمين محطة تاني كوبي، ودلوقتي هنا مستشفى الحسكي، وبعد كده محطة ترامواي الحسكي ومحطة ترامواي يوسف باشا. ولو اتمشيت اكتر هتلاقي نفسك محطة مترو اكسراي. دي مستشفى الحسكي. دي محطة الترامواي، الترامواي قصدي اهو. يعني احنا في الشقة كأنكم عايشين في قرية، هدوء تام. تطلعوا برا الشقة تلاقوا نفسكم في المركز. بالظبط 2:30 لمحطة الترامواي. حسبتها دلوقتي على شمالكم هنا محطة الترامواي الحسكي، ده شارع الشقة. جنبكو سوبر ماركت شوك، جنبكو المطاعم ميجروس، جنبكو بنك كويت ترك، جنبكو بنك جارانتي، المطاعم العربية جنبيكو، مطاعم تركية، مطاعم عربية، مطاعم آسيوية، كل حاجة جنبيكو. مستشفيات جنبيكو. على فكرة دي محطة مترو، محطة ترامواي يوسف باشا، وتخش من الشارع اللي قصادكم ده على طول تلاقوا محطة مترو أكسراي. مطعم حضرة موت، ده مطعم يمني. النوتر كاتب العدل فوق. صيدلية زي ما انتوا شايفين، ده المركز أساسا. صيدلية تانية، أي حاجة أنتوا عايزينها بتلاقوها هنا. كافيتريات، كل حاجة. ده البنك بتاع وقف بنك.
احنا لو مشينا على طول محطة يانيكابي، ده بنك زراعات بنك، يعني كل البنوك هنا جنبيكوا وكل حاجة، مترو، ترامواي، وعايزين تركبوا حتى المتروبوس بتغيروا من محطة ال اسمها ده الترامواي من هنا، كل حاجة يعني موجودة تحت ايديكم. دي محطة ترامواي يوسف باشا، والشارع ده هتخشوه هتلاقوا نفسكم في اكسراي، محطة مترو اكسراي، بس المنطقة اللي فيها الشقة منطقة راقية جدا. انا بس حبيت اوريكم دلوقتي ايه المحلات والمطاعم، يعني دي منطقة سياحية، دي اصل القسطنطينية. ما شاء الله، ومحطة الأوتوبيس وكل حاجة جنبيكو. خلينا في البداية نسمع الناس والحبايب اللي ثقوا فينا، والكل سعيد ويا رب خيرهم يزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أقدم شكر الجزيل للأستاذ علي، وأحب أشوفكم هذا الطابو اللي حصلت عليه خلال يومين، نتمنى لهم التوفيق في عملهم، ألف شكر. مع الثالث الصاعمي من المدينة المنورة، علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء، يعني وصل الناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي يجيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا، علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود. يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، الحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو هو الجمال برضه أسعاره جدا. والله يوفقه. بسم الله الرحمن الرحيم، كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول، بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارح على الطابو، خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصروا يانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وانصح اي شخص يريد يشتري شقه في اسطنبول يتعامل مع استاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنيه صافيه ومحترمين، والحمد لله والشكر، واشكرهم جزيلا. الف مبروك على الطابو. الله يبارك فيك اخوي علي، انا شاكر ومقدم لك، والله انا مبسوط اني شفت الطابو باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي، عطيتك وكالة وحطيته الطابو باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة يعلم الله، ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين، صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة، ومثل ما تعرفون أنتوا يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعة، وكفونا أنا صرت ما حسينا بغربة، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديده
اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريك التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكك التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسه منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما أعرف كل شيء وما أندل كل شيء، من واحد لواحد أبو تاكسيات، واحد يودينا على واحد وواحد يودينا على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال أخونا المصري. جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصر ويانا وشال وياي الجناطاني وعائلتي أربع نفرات. زين لما علي جمال أنا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لإخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما لديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود. أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي تركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك للسياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبين أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال. ابت لطفا. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا الشركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو
ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح، لانها امانه. مين حلقه الوصل؟ مين حلقه الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا. فدي امانه كبيره جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجه جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجه كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجه واحده مهمه جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبره في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك، شقتك هتتباع بسرعه. فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشره، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشره من نوكولي. كويس، بناخد النسبه المعروف عليها هنا في تركيا العادله. كويس، دي حاجه. تاني حاجه عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، انكم ما تقلقوش، علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغايه ما تستلموا طابو الشقه باسمكم، لغايه ما تستلموا سند الملكيه يعني طابو الشقه باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا.